ماما هالة ونصين قلبها سامو ومريم ولادها ونور عينيها وقعدة أسرية. سامو مريومة مريم الجميلة. اسم الله اسم الله اسم الله. ايه ده؟ سلموا على ماما. ايه ده مش هتسلموا على ماما عادي كده؟ لا طبعا هسلم. هبوس يا حبيبي بوس. ربنا يحميكم. انتوا توأم مين الاكبر؟ انا. ايوه اكبر بكاب قد ايه؟ دقيقتين. لا يا راجل. والدقيقتين دول فرق يعني في فرق واضح في الدقيقتين في التعامل في البيت ولا لا؟ انا اذكى من امها اهو. صف صف اهي. ايه ده؟ يعني هي بتعاملك كانها اختك الكبيره؟ لا طبعا هي بتعامله على انها امه كمان. طيب دلوقتي انا عرفت ان انتوا في المدرسه زمايلكم بيكلموكم عن الحاجه صفصف. صفصف عملت لكم دوشه في المدرسه. احكي لي. كل حد في المدرسه بيقول لي يا ابني صفصف بقى. كان عندنا عزومه واصحابنا كلهم سابوا العزومه وراحوا يتفرجوا على المسلسل. لا دي حاجه مهمه قوي 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 يا منى اللي هي قالتها دي. ليه؟ لان المدرسه بتاعتهم او اغلب الاولاد ما بيتفرجوش على حاجه عربي خالص، لدرجه ان المدرسه عملت كلاس في الشهر الزاني ان هم يفرجوهم على فيلم عربي اجباري. اوكي. كونوا ان هم يسيبوا اللعب ويروحوا يتفرجوا على المسلسل ده بالنسبة لي يعني مش عايزة أقولك. هو مسلسل شعبوي وخلى الأجيال كلها والناس تقعد تتفرج عليه وده نجاح كبير لمحمد سامي ومحمد رمضان وكل أبطال العمل طبعا على رأسهم هالة صدقي. طيب انتوا بقى حابين صفصف وصيفة ولا مش حابينها؟ حابين الشخصية دي ولا لا؟ أيوة طبعا. ماما في البيت ديكتاتورة وست يعني ماما بيتخاف منها ولا الماما الكيوت اللطيفه الكول؟ لا كيوت زي لا زي فريندلي فريندز كاننا اصحاب بتعاملنا كاننا اصحاب فعلا. بتاخد لما بنتخانق وتقف في صف سامو اكتر. هي دايما تقول كده بس ده مش حقيقي بالظبط مش حقيقي زي دايما تقول كده. دي ماما فيمينست تاني ديكتاتوره يعني كلمتها لازم تمشي ولا بتنزل الارض؟ لا كلمتها لازم تمشي طبعا. زي ايه كلامها يمشي في ايه؟ يعني لو احنا جينا متاخر بالليل مثلا بيتزعق فينا وما ينفعش نخرج بعديها بيوم بس بتخرجنا برضو بس لازم نرجع قبل 10 او 9 كمان. ماما حازمه يعني. وانت هم انبسطوا انك حازمه بس اصحابكم هيتضايقوا طبعا في السن ده هم عايزين يخرجوا ينطلقوا وفيها ايه يا مامي والكلام العجيب ده طبعا. وانك انت بس بقى انك انت ما هو انت هم جروب هم مجموعه فان هم بس اللي يبقوا لا ممنوع بقى نقعد كده وبتاع فطبعا هم بيتخضوا انه اشمعنا ما هو ما كلمه اشمعنا دي موجوده بقى دي قاتله فدي بقى عندي مشكله دي كلمه قاتله فيه. طيب ايه الاختلافات؟ انتوا توأم غير متطابق فكل واحد فيكم له شخصيه مختلفه. قولوا لي كده ايه الاختلافات اللي بينكم وبين بعض؟ انا بضحك اكتر منه. انت جاهزه بالرد حبيبتي صفصف. بتستفز كتير جدا بتستفزي انا وماما كتير جدا. مريم بتستفزكم؟ صفصف فعلا. انت بس ما تقوليش ان هو بريء يعني وهادي. مش هادي بيعمل حاجات كده في الخباثه في الخباثه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.